ما هو معيار الحياة السعيدة؟ لن تخمن أبداً إجابة المستهلكين الصينيين. حرية الكرز على وجه التحديد يعني أنه يمكنك شراء واستهلاك الكرز المستورد عالي الجودة كما تريد. We were able to do our first cherry shipment to Asia, and at that time everybody thought that we were crazy because it was 35 to 40 days of transit time. But the results were good, the business was profitable. تشيلي هي أكبر مصدر للكرز في العالم، والصين هي أكبر سوق استهلاكية للكرز التشيلي. لكن التكلفة العالية للشحن لمسافات طويلة وإجراءات التخليص الجمركي المعقدة أربكت جارسيس تاجر تصدير الكرز حتى تحققت طفرة جديدة في تقنية سلسلة التبريد، وافتتح المسار السريع الحلو الذي يتمتع بخدمات تخليص جمركي سريع. تبلغ الرحلة من تشيلي إلى الصين حوالي 20,000 كيلومتر، وتستغرق 23 يوماً فقط، وذلك أسرع ما يمكن، أي أقل بحوالي 10 أيام مما كانت عليه قبل 10 سنوات. إذا وصل الكرز إلى الميناء اليوم، يمكن استلامه في اليوم الثاني على أقرب تقدير، وهذا لا يحل مشكلة جارسيس فحسب، بل يجعل سعر الكرز المستورد المعروف باسم النبيل بين الفواكه معقولاً، ويجعله يظهر على موائد المزيد من المستهلكين الصينيين. 你今年49块，我经过嘛，总要买个一盒吃吃。我感觉这个营养还蛮好的，关键口感比较甜，可能他比较喜欢吃。 Chile's largest trading partner it is China, basically. So it appears in some social media. At the beginning, it was funny, you know, to see Chilean cherries, something that consumers feel like freedom for them. وفقاً للإحصاءات، في الأربع الثلاثة الأولى من عام 2022 استوردت الصين حوالي 310,000 طن من الكرز بقيمة استيراد تصل إلى حوالي 2,230,000,000 دولار أمريكي، وبهذا تجاوزت إجمالية قيمة الواردات في العام السابق. ومن أجل زيادة حصته في السوق الصينية، انتهز جارسيس كل فرصة لتوسيع دائرة الأصدقاء من العملاء والمستهلكين. Chile's—it's basically the opportunity for foreign companies to show their products, to become well known into the Chinese market. We had been part of it for the last 4 years. Mr. Xi—he's very wise. Helps business worldwide. He said it's key to be here. 中国老百姓有一句话叫做“世界这么大，我想去看看”。 我要说，中国市场这么大，欢迎大家都来看看。 كما قال الرئيس الصيني، لم يقم رجل الأعمال التشيلي جارسيس بزيارة الصين فحسب، بل نقل عائلته أيضاً إلى هذا البلد الشرقي. طبقاً للإحصائيات التابعة لشركة جندون للتجارة الإلكترونية الصينية، وخلال عيد الربيع الماضي لعام 2023، زادت مبيعات الكرز على منصتها الإلكترونية بأكثر من 100% مقارنة بالعام الماضي، ما جعله يحتل المرتبة الأولى في فئة الفاكهة.